الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وما يؤذيك املنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين ما اهمنا من امري الدنيا والاخره يا رب العالمين. يا ربي ادخلنا وسائر المسلمين في كل الامور مدخل صدق، وامنا من كل الامور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في اجدادنا، واعنا على عبادتك فيها على الوجه الذي تقبله منا، وتكبر فيه كسرنا، وتستر عيبنا، وتلهمنا فيها رشدنا يا رب العالمين وسائر المسلمين، وأتم علينا هذا الشهر المبارك بالخير والبركة والعبد النيران، وعلى سائر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ويسر لنا بعده حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام عام كل عام، وصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. يا رب وفقنا لذلك، وأعنا على ذلك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا ذلك، واختم لنا بختمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحديها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه ومشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين امين. الحديث 75، حديث اخذ المال بسخاوة النفس. يعني ايه اخذ المال بسخاوة النفس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى طالما خلقك لابد يرزقك، لأن من حق المخلوق على خالقه أن يرزقه، فالرزق مضمون كالعمر. فلما كان لابد أن يرزقك، يعني لابد أن يأتي في يدك مالا، فإذا أخذت هذا المال خذه لا بتشوف نفس بل بسخاوة نفس، لأن إذا أخذته بنهم لا تشبع ولا يبارك، ينزع البركة ولا يزول طمعك، يبقى باستمرار جائع نهم، موهين إيمان لا يشبعان، طالب علم وجامع مال للدنيا. ليه؟ لأنه بياخدها بشرع النفس، إنما سخاوة النفس تاخدها علشان تنفقها، تاخدها برضا لإنفاقها، تعلم أن المال ما جاء إلا لكي تنفقه في وجوده، ولم يأتي لكي تحبسه عندك. فالماء يشبه المال يشبه الماء، يأتي عندك ويجري لغيرك، فإن منعته عندك صرف نفسه في مجرى آخر فلا يأتيك. فهم؟ زي المية بالظبط. افرض كده انك انت جيت في مجرى مائي ورحت سده، والميه لابد هتمشي، تقوم تعمل ايه؟ تشق لها مجرى تاني تبعد عنك. لكن طالما انت بتاخد المال وتديه لغيرك نفقه، يستمر سريان الرزق على طول كده. واللي بياخد كده بياخده بسخاوه نفس. سخاوه نفس يعني ايه؟
يعني يأخذه بنية الإنفاق في الوجوب المشروعة، ليس مطلق الإنفاق في أي وجه، بل في الوجوب المشروعة على مقتضى العلم، العلم اللي هو الشرع يعني. لكن اللي بياخده بطمع وشره فليه ياخده يحبس عنه، بياخده يحبس وياخده يكنس وياخده يكنس، تبص تلاقيه يعيش فقير ويموت فقير، سبحان الله، يبقى عنده ملايين وفقير، لانه حتى هو لا ينفقه حتى على نفسه، فيبقى حبسه حتى عن نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، وقليل من الناس من يعمل به، ما الفرق؟ هذا أبيض وهذا أبيض، هذا سوبيا وهذا سوبيا، الحمد لله، لأن خدناها بسخاوة نفسنا شفطة واحدة وديها للناس، ربنا بعت لنا، عارف لو احنا واخدينها هنشربها كلها ما يجيش بكرة، بكرة تلاقيها ما يجيش، والحمد لله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ده كان في واقعة حنين، غنائم كثيرة، حكيم بن حزام من قريش أسلم بعد الفتح، والنبي وقف يوزع غنائم كثيرة على حديث الإسلام تأليفا لقلوب، فحكيم بن حزام كان من ضمن اللي بيطلبه من النبي، فبيقول فأعطاني، ثم سألته فأعطاني تاني، يعني مش بعش من أول عطاء، فسأل فأعطاه تاني، ثم سألته فأعطاني ثالث، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني مزين في النفوس، خضرة حلوة يعني مزين، الناس طبيعتها كده تحب المال، يا سبحان الله، الطفل الصغير يجي يقول لك يا بابا اديني هيلث، وياخده يروح ويطبق عليه ايده، ولو حد حبي عيل صغير سبحان الله حبي، يعني ايه الحرص وحب المال ده مولود مع الانسان، فاهم؟ زينا للناس حب الشهوة، وكل ما يكبر كل ما حرصه يزيد، الا ما رحم ربه. عشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان هذا المال خضرة حلوة، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يتك مثال اللي بيأكل وما يشبعش، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا قيل هي إيه؟ المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. وفي تفصيل الصوفية اليوم وجهة نظر أخرى عن كل ذلك بعدين. فكلما كنت منفقا كلما انفق عليك، انفق انفق عليك، شوف كل ما تنفق كل ما ربك يزود رزقك. وعلى مر العصور وشوف اللي حواليك المعاصرين ليك، واسال ابائك واجدادك اللي سبقوك، لا يوجد كريم مات جائع ابدا، تملي المنفق تلاقيه باستمرار ربنا موسع عليه ويموت كده مستغني عن الناس. لكن كم من إنسان كان عنده أموال كثيرة وبخيل ومات فقير، كتير أوي كتير أوي تكعبه، فاهم؟ وعشان كده المصريين يقول لك عمر ما الكريم ينضام، يعني ينزل أوي، ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ أنفق وانفق عليك، والملائكة كل يوم تدعي: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، كل يوم دعوة الملائكة كده على طول. فكلما أنفقت أنفق عليك. سيدنا رسول الله كان بينفق حتى مش من اللي عنده، من اللي لسه ما جاش. لما جاله احد المسلمين يطلب منه، والنبي ما كانش عنده لانه كان بينفق اول باول، فقال: والله لا اجد شيئا الان، ولكن اذهب الى السوق، يبدو ان هو كان حاجته ملح، لان احيانا كان النبي يرد ويقول له تعالى بعد فتره تانية ندي لك، ما تبقى الحاجه غير ملح. فيبدو ان الراجل ده كان حاجته ملحه، يعني مش عارف ياكل. فالنبي قال: ولكن اذهب الى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد صلى الله عليه وسلم.
حديث معروف، سيدنا عمر شفقة على النبي قال له يا رسول الله أنفق مما عندك وإن لم يكن ما كلفك الله فوق طاقتك، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حيجيله بقى العرب من كل حتة بقى وهيقولوا ده بيعطي عطاء من لا يكشف. وفعلا طلعت هذه الكلام على النبي في الحياة، يأتوك من يعطي عطاء من لا يخشف، كان يقولوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. فقام سيدنا رسول لما سمع كلام سيدنا عمر كده بان على وجهه انه ما عجبوش، قام قال ايه سيدنا بلال وقف قال له انفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش اقلالا، فتهلل وجه النبي وقال بهذا امرت، بهذا امرت. فكان ينفق حتى باللي هو ما عندوش اللي لسه هيجي ثقه في عطاء الله. واحنا مش بنقول لك تعمل كده، احنا بنقول لك انفق باللي عندك يا سيدي، مش بنطالب منك ايه فعل اهل العزائم، لكن على الاقل انفق مما عندك. فبيقول هنا ظاهر الحديث يدل على ان اخذ المال بسخاوة النفس بركة فيه، واخذه باشراف النفس عدم البركة فيه. والكلام عليه من وجوه من الدلالة على سخاوته صلى الله عليه وسلم، يؤخذ ذلك من تكرار طلب الطالب عليه مرارا بكل مرة يعطيه ولم يخلقه ذلك. شوف سخاوة النبي بين ازاي اداله وبعدين طلب تاني، شالوا انا لسه مديلك كفاية بقى روح بقى يعني، ما قالوش كده لا اداله تاني وبعدين بعد كده، وكان مش بيديله هو لوحده، ده كانت طوابير واقفة قدام النبي، ده مش واحد ولا اثنين. وبعدين طلب تالت اداله تالت، شوف السخاوة، سخاوة النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسخى الخلق وبعدين لم يقلقه ذلك. وفي الآخر كمان عارف لما جه عايز يعظه بقى بعد ثالث مرة معطاه، ما قالوش ايه يا راجل انت يا طماع يا شرد، قال له يا حكيم تعال شوف الهدوء بقى يعلمه، يعلمه ينديد اسمه، ولما ينديد اسمه كمان في نوع من التودد. وبعدين يا حكيم انت اسمك حكيم فلازم يكون عندك حكمة يا حكيم، كأن برضه من خلال اسمه فيه نوع عظة. فابتدى بقى يفهمه ايه أدب استقبال المال وايه أدب نفقة المال. وعشان كده سيدنا حكيم على فكرة الصحابة كانوا أهل عظة ويفهموا يعني بأقل إشارة. عارف عمل إيه بعد ما النبي قال له الكلام ده؟ قال أعاهدك ألا آخذ من أحد بعدك أبدا. خلاص. ويطول بيه العمر حكيم ده لحد خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، ويجي سيدنا عمر مع كثرة الفتوحات يأثر على الناس، ويجي نصيبه من بيت مالي المسلمين تعالى يا حكيم خد، يقول له لا والله ما خدش، يقوم يا رب يا رب انا اشهدك بجيب لحكيم اديله فلوسه مش عايز ياخدها يا رب، وسيدنا عمر بالداري وهو مش عايز، وهيظل كده طول مده خلافه سيدنا عمر 10 سنين، وكل شويه سيدنا عمر يبعت له في العشر سنين يبعت له عشرات المرات وبرده ما ياخدش. شوف بقى الصحابه تفهم ازاي وتتعظ ازاي من موقف واحد. والمسلم المعاصر لا يتعظ من مئات المواقف، فرق كبير من أهل العصر وعصر الصحابة. الصحابة بأقل موقف وأقل إشارة وأقل عظة خلاص يتعظ بها تكفيه طول عمره. سيدنا حكيم بن حزام ده عاش لما مات عنده 120 سنة، أسلم عنده 60 سنة واخد بالك، وعاش في الإسلام 60 سنة، فعاش عمر طويل يعني رضي الله عنه وارضاه. وفيه دليل على حب النفوس المال لما جبلت عليه بمقتضى الحكمة الربانية، يؤخذ ذلك من قوله هو ربنا ليه زين المال في قلب الإنسان بالفطرة علشان يبقى فيها تكليف شرعي، إن بالرغم إن هو مزين عندك أو نفسك بتحبه إلا إني آمرك أن تنفقه على الوجه الذي أرضاه، فيبقى فيها مخالفة للنفس. إنما لو هو أصلا مش مزينه للناس واخد بالك، والناس هتعدي عليه كده تقول السلام عليكم مش عايزين، لا ده هو يزينه للناس والناس كلها تبقى حريصة عليه
وعض عليه عض جامد ويقول له لا انفق انفق علي، ويبقى ثقتك بما في يد الله وهو في الغيب اكثر من ثقتك بما في يدك. عشان كده النبي يقول الصدقه برهان، برهان على ايمان صاحبه، لان الصدقه من غير الايمان بالغيب بتقلل المال. انا عندي 1000 جنيه صدقت بنصهم بقوا 1500، قال له. لكن المؤمن بالغيب يقول والله ما قلت. طب ازاي يحلف وهي قلت في الظاهر ايمانه بالغيب؟ وعشان كده قال الصدقه برهان، اي برهان على صدق ايمان صاحبها اللي هو اصل الايمان بالغيب. عارف لو ما فيش ايمان بالغيب هتتصدق ليه؟ ما ناخدها نحسن. وعشان كده لا يتصدق الا المؤمن بالغيب، واللي مؤمن بما في يد الله وثقته بما في يد الله اكثر من ثقته بما في يد الله. انما غير كده هيبقى في بخل والحرص والشرع والطمع. وشوف انت دلوقتي الحضاره الامريكيه والراسماليه الاوروبيه ازاي بيجوعوا الناس ويرموا ما فاض عنهم دهم في المحيطات، وعارفين ان في ملايين البشر جعانين. شوف قد ايه، ليه؟ لان ما عندهمش ايمان بالغيب. عدم الايمان بالغيب سلوكهم بقى سلوك حيواني، يشبع وجاره جائع ويتلذذ برؤيه الجائع وهو شبعان الى هذه الدرجه. لكن المعاني دي ما تلاقيهاش عند المسلمين. المسلمين تلاقي ايمانهم بالغيب يخلي قلوبهم رحيمه وعندهم رق، ويقول لك طعام الواحد يكفي الاثنين، ويحبوا يقتنعوا على الطعام ويحبوا اطعام الطعام انه يطعموا غيرهم. درجة ان احد الناس الاوروبيين جاء سياح هنا في الاقصر، وبعد ما جاء هنا السياحة في الاقصر ومر سنة واثنين وثلاثة وخمسة اسلم. فبيسألوه ايه سبب انك انت اسلمت؟ قال والله انا مريت لقيت راجل فقير قاعد كده بياكل وفاتح فارش المنديل بتاعه على الارض ياكل اكل بسيط واكل يمكن ما يكفيش واحد، وبصيت لقيت راجل بيعدي بيطلب صدقه فاداله نص اللي قدامه. فتاثر قوي المنظر ده، قال لا المنظر ده انا عشت في اوروبا لما بقى عندي 60 سنه ما شفتش المنظر. فقعد يسال فقال اه هي طبيعه المسلمين كده، يحبوا يطعموا الطعام يحبوا الصدقات. فاتلفت انتباهه فقعد يقرا عده سنوات لما رجع بلده عن الاسلام واحكام الاسلام ودين الاسلام، فدخل بالاسلام بسبب بس انه شاف واحد بيتصدق. ما شافش المنظر ده في اوروبا من اغنياء اوروبا. لكن هو الحرص والطمع ورفع الاسعار باستمرار راسماليه يعني لا تنتهي الطمع فيها. ده كلما ازداد غنى ازداد قسوه على الفقراء. فربنا ينجينا. إن هذا المال حلوة خضرة، وهذه كناية عن الشيء المستحسن المحبوب، يؤيده قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إني لا أستطيع ألا أحب ما زينته لنا فاجعلني ممن آخذه من وجهه وأنفقه فيما يرضيه، أو كما قال. وفيه دليل على أنه قد يقع الزهد مع الأخذ وتكون فيه فوائد، منها أجر الزهد ومنها راحة النفس ومنها البركة في الرزق. يعني ما تفتكرش أن الزهد أنك أنت ما تاخدش تعرض عليك الدنيا وما تاخدهاش، لا، لأن الزهد ده محله القلب. فلما بتاخد الحاجة بسخاوة نفس عشان تنفقها يبقى أخذك ليس مناقضا للزهد اللي في القلب. لان النبي يقول من اخذها بسخاوه نفس، وسخاوه نفس يعني زاهدا فيه غير متشوفا اليه. فالاخذ لا يمنع الزهد، واخد بالك؟ اللي يمنع الزهد الايه؟ انه ياخذها بشرع نفس، هو ده اللي يمنع الزهد. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فمن أخذه بسخاوة نفس، وسخاوة النفس هو زهدها، تقول سخط بكذا أي جادت به، وسخط عن كذا أي لم تلتفت إليه. وأما راحة النفس فقد قال عليه السلام الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن،
وهذه أعظم راحة للنفس. وأما البركة في الرزق فلقول عليه الصلاة والسلام بورك له فيه، ويترتب على ذلك من الفقه أن الزهد يجتمع فيه خير الدنيا والآخرة. فأما خير الدنيا فما يحصل له من البركة في الحطام الذي يطلبه الحريص ولا يصل إليه، وراحة القلب والبدن اللذين قد حرماهما صاحب الدنيا وهما حقيقة النعيم. وأما الآخرة فما يتحصل له من ثواب الزهد هناك وقلة الحساب، فإن الزهد يحمل على إخراج الوالدات والتوقف في المتشابهات وهي السعادة التامة. يعني الزاهد ما ياخدش إلا ما تحقق حله، ده الزاهد، لأنه أصلا بياخد بيعتبر الدنيا دي كأنها دواء، والدواء ما تاخدش منه اللي بقدر الضرورة، ما بيحبش يتوسل اللي فيه شبهة في الباب، خد بس من باب الحلال الصرف، فاهم؟ يبقى الزاهد يأخذ مما تحقق حله وبقدر حاجته وما زاد ينفقه. طب والورع؟ الورع أوسع شوية من إيه الزاهد؟ يأخذ ما تحقق حله ولو زاد عن حاجته طالما متحقق الحل، فهم؟ فالزاهد أخص من الورع، الورع أوسع من الزهد، والفقه أوسع من الورع. الفقيه يجي لك في المتشابه يعلي فقر ويمعي النظر، هو ده فعلا يغلب فيه الحرمة ولا يغلب فيه الحلال، فإذا غلب عنده الحلال بغلب ظني يأخذ كمان مع ما تحقق حلم، لأنه فقيه بقى وفاهم القواعد. فتلاقي الزاهد الفقيه بيتحرك في دائرة واسعة، والورع في دائرة أضيق، والزاهد في دائرة أضيق. فيبقى فيه أهل الزهد الفقه وأهل الورع وأهل الزهد. أهل الزهد هم أعلاهم، هم المقربين، وأهل الورع هم أصحاب اليمين، وكذا أهل الفقه. وأهل الفقه على المحك بقى، لأنه إيه بينهم أمور مشتبهات، والفقيه بفقه يجي لك في المتشابهات يعلي فقه، فاهم؟ ويشتغل شغال، فأحيانا اجتهاده يصيب وده بقى حلال مفيش مشكلة، وأحيانا اجتهاده يخطئ ويقع في الحرام كالراعي حول الحمى يمشي كان يقع فيقع فيه، فاهم؟ فالأولى أن تكون فقيها ورعا، ثم تترقب على ذلك إلى أن تنفق ما زاد عن حاجاتك فتصير زاهدا، فهمت؟ هذه المسألة. يبقى المسألة خطوات. وعلشان كده الزاهد لما بياخد بقدر حاجته، لو فتح لي باب شبهة يقول لك مش عايزين، احنا كده مبسوطين والحمد لله، الحمد لله مش عايزين غير كده، يقول لك توسع العيال، لا العيال حلوين، شكرا جزاك الله. فلما يقفل عليه الابواب دي تلاقيه وفر وقت وجهد وقلبه لم يلتفت للدنيا، فيقوم ده كله يحصل ايه؟ راحه للقلب والتفات في عباده ربه، فبيبقاش عنده مشوشات، مبقاش عنده مشوشات خالص. ولا يصل إليه، وراحة القلب والبدن اللذين قد حرمهما صاحب الدنيا وهما حقيقة النعيم فيها. وأما الآخرة فما يتحصل له من ثواب الزهد هناك وقلة الحساب، فإن الزهد يحمل على إخراج الواجبات والتوقف في المتشابهات وهي السعادة التامة، والذي يطلب الدنيا يخسر الدنيا والآخرة. فأما خسارته الدنيا فتعب قلبه وبدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم والحرص فيها يتعب القلب والبدن، وهذه غاية في الشقاء والتعب وخسارته ما أمل منها من زيادة حطمها لكونه ترفع له البركة كما تقدم في قوله عليه السلام بإشراف نفسه وهو الحرص، وهذا غاية في الحرمان لأنه تعب، تعب التعب الكلي وحرم ما أمله. ونجد ذلك في عالم الحس، ترى طعام أهل الدنيا كثيرا في العين، وعند الأكل ما تجد الشبع منه إلا من شيء كثير. شوف أنت يا أخي التبلوح كده، زور واحد من الأغنياء وعامل طعامه وليمة،
تلاقي نفسك بتاكل اكتر ما اكلت في بيتك، ما هو انواع كتيره بقى فاهم، وما تشبعش الا بعد ما تاكل كميه كبيره. طب تعالى كده مثلا وزور واحد من الناس البسطاء يقدم لك طعام قليل، تاكل قليل وتلاقي نفسك شبعت بسرعه. يعني حتى في الحس دي معروف ان طعام الاغنياء المتوسعين في الدنيا قليل البركه، تاكل منه كميه اكبر عشان تشبع، وطعام الفقير الزاهد تاكل منه كميه اقل وتلاقي نفسك شبعت. ما هو الغرض من الطعام الشبع مش كده برضه؟ هو ده الغرض، ثمره الطعام ان نشبع. فانا لما باكل عند الاغنياء باكل كميه اكتر، وشوف نفسك كده في الاوبن بوفيهات يقعد يغرف ويغرف ويغرف ويخلص ويروح يغرف تاني، ايه يا ابني بتعبوا فين؟ لكن ايه، تعالى كده واحنا قاعدين مع بعض كده ونجيب ايه شويه عيش وشويه جبنه وشويه طعميه وشويه فول وبتاع، و20 يتلموا واخد بالك، بص لا ياكل يمكن نص رغيف، رغيف ولا ربع، ويلاقي نفسه شبع ويقعد شبعان يمكن يوم، وتتولد من الطعام اللي كله ده البسيط ده طاقه يصرفها في الطاعه، نفسه تبقى مفتوحه للطاعه، والطعام الثاني يجي له وخم ويجي له قرف ويبقى عايز ينام وعنده حموضه وعايز مش عارف ياخد ايه ويتعالج ايه، ولو تولدت منه طاقه تقوم تصرفه في الامور المخلطه، لانه اصل الطعام مخلط، في حلال صرف وفي حرام شويه ولخبطه. متملي الاغنياء متوسعين في الغنى تلاقيه كده مالهم دخل فيه شبهات مهما كان حريصا، فاهم؟ عشان كده لما تاكل من طعامهم تبص تلاقي ايه الطاقة اللي تتولد منها، طاقة يتصرف جزء منها في الطاعة وجزء منها في الغلط وجزء منها في الوخم والنوم وجزء منها في المرض. إنما طول ما تاكل الأكل البسيط اللي عند الناس البسطاء يا سلام، تلاقي نفسك نشيط وعندك طاقة وتقدر تعمل عبادات وتبقى مستريح، ولا بقى في مشكلة وتقضي نص يومك في دورة المية عشان جالك إسهال وجالك قيل وشغلانة الحاجات المعروفة. ونجد ذلك في عالم الحس، ترى طعام أهل الدنيا كثيرا في العين، وعند الأكل ما تجد الشبع منه إلا من شيء كثير، والقوة بالنسبة إلى ما أكلوا قليلة، وطعام أهل التوفيق والزهد في مرأى العين يسير، ويأكل منه الجمع الكثير ويشبعون ويجيبون من القوة الكثيرة بالنسبة إلى ما أكلوا، ومع ما أهل الدنيا فيه من التعب يتولد بينهم الحسد كمان. فوق ده كله كمان أهل الدنيا بالتنافس عليها، ده يحسد ده وده يحسد ده وده، بعدين يبصوا للفين من بعض. شفت ما يتولد بينهم الحسد والضغائن والغيبة والشح بمنع الحقوق أو بعضها أو توفيتها، وعلى هذه الصفات مع التسامح في المشكلات يترتب خسارة الآخرة أعادنا الله منها بمنه مع العذاب والأمر. أنا هديك مثال، لو أنت ربنا موسع عليك قوي وعندك مشاريع كتير، كنت تقدر تيجي تصلي معانا صلاة الترويح بتاعتنا؟ كنت تقدر تقعد من صلاة العشاء لحد الفجر بتصلي؟ هيئات هيئات. والله؟ مستحيل تعرف. ليه؟ لأن مشاغلك كتيرة، ده كويس لو بنت صليت العشاء وركعتين بس وبتجري تشوف مصالحك. وعشان تيجي يا دوب على قبل الفجر بتنهل من الدنيا عشان تدرك الفجر. لكن احنا الحمد لله مفضيين ايدينا واخد بالك، فنقف الاحراق الله اكبر ما وراناش حاجه، فاحنا في سعاده، والله احنا في سعاده، دي حقيقه. يعني لولا ان القلوب مش مشغوله بالدنيا وملتفته للدنيا ما كانش قدر يقف الوقفه، فدي نعمه كبيره تحافظ عليها وتشكر ربك عليها ليل نهار، انه جعل قلبك مش ملتفت قوي للدنيا، فدي نعمه. فتلاقي ان معظم الناس اللي بيرتدوا المسابق ويقولوا فيها ايه؟ الاهل الناس المتوسطين اللي هو لا غني قوي غنى فاحش ولا هو يعني ايه ميت بجوع، اللي هو المستور الحالي. الستر ده هو نعمه الستر، فتاخد من الدنيا بقدر الحاجه عشان تلتفت لما وراء الدنيا وما بعدها اللي هو امور الاخره، مش تقعد طول النهار قاعد بتجري في الدنيا وفي الاخر ايه؟ يجري فيها جري الوحوش غير رزقك مدحوش. المصريين يقولوا كده مش كده برضه؟ وفيه دليل لفضل اهل الصوفه الذين بنوا طريقهم على الزهد، لانه اول باب في السلوك، ولذلك قال ابن يمن
قال يمن بن رزق رحمه الله: لا يثبت لك قدم في محجة الدين وفي قلبك خوف الفقر أو الغنى وحب المنزلة والرياسة، فذلك مفتاح فقر الأبد. عشان كده إيه؟ لا تثبت على بداية طريق الولاية إلا لما يشال من قلبك هم الخلق وهم الرزق. لكن طول ما في هم رزق وهم خلق، اعرف لسه ما حطيتش رجلك على طريق الولاية، فضلا عن انك تبقى ولي اصلا. فاهم؟ طول ما في هم خلق وهم رزق لازم تخلص من الهمين دول الاول، تبقى يدوب على بداية الطريق، اسلك بقى توصل بالاخر. انما غير كده عمرك ما هتبقى على بداية الطريق. هم الخلق وهم رزق. وفي دليل على جواز ضرب المثل فيما لا يمكن السامع ان يعقله حتى يعلم انه يعقله، من الامثله التي يغلب على الظن انه يعلم. يؤخذ ذلك من قول عليه السلام: كالذي ياكل ولا يشبع. يعني اللي هياخد الدنيا بشرح نفس. فهو كان السائل بيسال: طب وايه علامته ده؟ يبقى حالته ايه؟ فالنبي اداله مثال: الاكل ابو دنيا، اعتبره هو المال. ففي كثير من الناس تاكل ولا تشبع، والحس كذلك المال. في كثير من الناس تاخذ منه ولا تقنع بالقلب ولا تستغل. فالنبي ضرب له مثال بالحس لامر متعلق بالقلوب وهي معاني، صلى الله عليه وسلم: نعم المعلم. كالذي ياكل ولا يشبع، لان الغالب من الناس لا سيما في زماننا لا يعرفون البركه الا بالشيء الكثير، فاراد صلى الله عليه وسلم ان يبين لهم بالمثال الذي يعرفونه ان البركه هي خلق من خلق الله ليست كما يزعمون. وضرب لهم المثل بما يعرفه كل احد، وهو انه لا يقصد احد الاكل الا من اجل ان يشبع ويزيم به الم الجوع، فاذا اكل الاكل الكثير ولم يشبع فكان ما اكله من الطعام مخسورا، لان الفائده التي من اجلها استعمل الطعام للشبع لم يجدها. فكذلك المال ليس الفائده في عينه، وانما يراد لما يتوصل به من الفوائد، فاذا كثر المال ولم يجد به من الفوائد ما ارادها فكأن لا مال حاضر، وذلك موجود محسوس في أبناء الدنيا والآخرة. والآخرة تجد أبناء الدنيا لا يقدرون أن يصلوا إلى ضرورتهم إلا بالأموال الكثيرة، فلما رأوا ذلك لم تكن همتهم إلا في تكثير المال، وغاب عنهم ما وراء ذلك. لأن أهل الدنيا طول النهار مجربين إن المال مهما خدوا منه كتير، لأنه بياخدوه بشر منزوع البركة، فيقوم يزداد شر، لأنه يقول لك لا لا 1000 جنيه بس، لا لا مش ينفعش، طب خد 2000 بس ما ينفعش، لأنه مجرب إنها منزوعة البركة بتخلص ما لحقش يعمل حاجة، تخلص وما لحقش يعمل حاجة. فاهم؟ لأنه بياخدها بشر، وكلما ازداد شرعا رفعت البركة أكثر، كلما ازداد شرعا آخر، فيدخل في إيه؟ في حلقة مفرغة من الطمع تهلكه، ويضيع عمره في طلب سراب ولا يجد الماء أبدا، فيعيش عطشان ويموت عطشان. فدي المشكلة. إنما التاني بسيط تلاقيه كده بالك يا سلام الحمد لله. يعني إحنا مثلا بنروح ناخد المرتب، تسأل بعض زمايلك: إيه يا عم ده أنا الدنيا 1000 ملطوش، ده مصروفين قبل ما أخدهم، لأن هو واخدهم وهو مستهلهم، فتلاقيه باستمرار يكتر يكسر الشك. لكن عارف ما تقول يا سلام الحمد لله ربنا يبارك لنا في مرضنا. فاللي بيقول كده عمره ما يجي يقول لك انا محتاج. والتاني تلاقيه بيركب كل سنه وثلاثه عربيه شكل، وتيجي تساله يقول لك احنا عارفين نعيش. يعني هو عايش في نعيم مش حاسس انه في نعيم. والتاني حاسس انه في نعيم وهو مش عايش في نعيم، يبقى مين السعيد اكتر؟ السعادة اللي هي جاية من القلب اللي من جوه. فاهم؟ فالسعادة الحقيقية هي الرضا واليقين. الرضا واليقين هي دي السعادة الحقيقية. كم من إنسان عايش في زخارف كتيرة وتيجي تسأله تلاقيه بائس ومسكين وخلبان ومش حاسس بأي راحة. يقول لك إحنا مش عارفين نعيش. وهو قدامه إيه عارف؟ قاعد قدامه كام طبق مليانة أنواع. طب إحنا عارفين ناكل. عارفين نعيش. كل الحاجة الكتيرة دي قدامه مش شايفها.
لأنه شايفها بعينه، لكن عين قلبه مطلع على أمور أخرى مش في إيد، مش في إيده. تأمل ينظر لما في يد غيره. ما هيقول أنت الحمد لله من قلبه، مش هيقول الحمد لله من قلبه أبدا، يبقى كده على طول. وفيه دليل على أن تقعيد الأحكام لا يقتصر فيها على ما يفهمه المخاطب ليس إلا، بل على ما يفهمه المخاطب وغيره ممن هو دونه في الفهم، حتى لا يكون فيها إشكال. يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي رضي الله عنه: كالذي يأكل ولا يشبع. لأن بالضرورة نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن البركة خلق من خلق الله، كما هو الشبع خلق من خلق الله. زي ما احنا بنقول في عقائد المسلمين ان الاشياء لا تاثير لها بذاتها، ولكن الله يخلق الاثر عند تناول الشيء، مش كده برضه؟ دي علم عقائد المسلمين المعروف. فالنار لا تحرق بذاتها ولا بقوه مدعاه فيها، بل بان الله يخلق الاحراق عند ممسه النار للمحروق، وكذلك يخلق الشبع عند تناول الطعام، ويخلق الري عند شرب الماء. فكل شيء يخلقه الله عند تناول سببه، فالسبب ليس فاعل بذاته، بل فعل الله في السبب، وتعبدك بأخذ السبب حتى تقوم بالعبودية، بحق العبودية. فالعبد يتناول الأسباب تعبدا، والقلب ملتفت إلى خالق الأسباب وخالق تأثيرها فيها. فإذا قلبك مع الله ملتفت إلى الله، وبدنك يتعامل مع الأسباب. هذه كل الحكاية. لأنهم قد رأوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم مرارا، ومن بعضهم مع بعض على ما هو منقول عنه عليه السلام وعنهم. كم من طعام قليل أكل منه الجموع الغفيرة في العصر النبوي الشريف. فعرف، عرفوا بقى ان البركه دي شيء كده ربنا بيخلقه، فيجعل القليل كثير. عاشوها وجربوها مئات المرات فيما بينهم وفيما مع يعني حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وانفعالهم معه. ولكن ضرب صلى الله عليه وسلم ذلك المثال لمن ياتي بعد ليزول الاشكال بتقعيد قاعده شرعيه لا تحتمل التاويل. فانظر مع هذا البيان التام الامر كيف هو اليوم ممن ينسب إلى العلم في الغالب، فكيف بالغير؟ فقد تنكرت الطرق وعلى الحق في كثير من الأمور مشكوكا فيه. يعني بيبكي على كثير ممن أوتوا علم الدين ولا وتعاملهم في الدنيا كالجهلة بعمر الدين، يتعامل معها بالجشع وبالحرص وبجمع العقاب مع أنه أوتي من علم الدين، لكن زعلان والكلام ده من 800 سنة. أمال لما يشوفنا إحنا يعمل فينا إيه؟ يتبلى منه إيه؟ ربنا ينجينا. للعوائل السوء التي كثرت ممن لبس على الناس انهم علماء وصالحون، فان لله وانا اليه راجعون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا حذيفه اذا تركت بدعه؟ قالوا: ترك سنه. فقال: ما تامرني ان ادركني ذلك الزمان؟ قال: اقرضهم من عرضك ليوم فقدك. يعني ها؟ إلى ليوم فقرك، وتنفع فقرك على أي حد يصلح نكتبها في الهامش، لكن المعنى مستقيم على الحد. يعني تأتي زمان لما تعمل بالإسلام الناس تستغرب ويعتبروا إن دي بدعة. فهمت بقى إزاي؟ تأتي زمان كده، يعني من كتر ما الناس تكون اعتادت الترف، تيجي انت لما تعلن عن الترف يعتبروك انك انت اعرضت عن زينة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده، ويجيب لك الآية، فاهم؟ ويعتبرك انك انت اللي مبتدع، في حين انك انت مع السنة، بس صار الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. فبيقول له: كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة، وهو الانكباب على الدنيا وجمع الحطامة، دي بدعة ما كانتش أي من النبي، إذا تركت هذا؟ قالوا: ترك سنة. فقال: ما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: أقرضهم من عرضك
ليوم فقرك أو فقدك. يعني طالما بقى هيغتبوك يبقى سامحهم بقى، سامحهم بقى، كن زي ايه ابي ضمضم كده، قول اللهم اني وهبت عرضي للناس، خليهم يقولوا لي قولوا، مالكش دعوه، ولا تلتفت ولا تبغضهم ولا تزعل منهم، والتفت انت فيما ينفعك، فاهم؟ ولا تلتفت الى ايه، ذمهم او مدحهم. معناه افعل ما هو الحق والسنة ودعهم يقولون ما شاءوا، فانك مأمور في كونهم يأخذون في عرضك بغير حق شرعي. وقال عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. هنا خلاف بين العلماء وأهل الصوفة، فالعلماء يقولون اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، لأن في حديث للنبي يقول اليد العليا هي المنطى المنطية، واليد السفلى هي المنطى، لأن كان في بعض قبائل كانت تقول العين بالنون، فالنبي ايه كلمهم بلغتهم، قال لهم ايه اليد المنطية يعني المعطية هي اليد العليا، واليد السفلى هي المنطى يعني ايه الوقت، لان كانوا يقلبوا العين نون لغتهم كده، فكان النبي يكلمهم بلغتهم، كل ايه قوم كان النبي يكلمهم بلغتهم. وأهل الطريقة يقولون بالضد، أن العليا هي الآخرة لأنها هي التي أعطتك بالشيء اليسير الثواب الكثير، واحدة بعشرة وبسبعين وبسبعمائة، والسفلى هي المعطية لأنها هي المنتظرة للمجازاة وهي مفتقرة إلى ذلك. يعني يقول لك بعض أهل التصوف قال لك لا، ده المعطية هي الآخرة، لأن هي بتاخد حطام دنيا وبياخد هو ثوابه عشرات المرات، فكون أن هو أخذ منه يبقى هو اللي اعطاك ثواب عند الله لا يضيع، وادالك مقابله ايه حطام حاجه تستهلك وتخلص، يبقى يعني كان الفقير له جميل على الغني، لانه يكمل ايمانه ويخلصه من صدقته ويخلصه من زكاه ماله، فالفقير بالنسبه للغني مهم لاكمال دينه، والغني بالنسبه للفقير مش مهم لاكمال دينه، فمين اللي مفتقر اكتر؟ فهمت وجهه النظر دي؟ عند بعض علماء التصوف واخد بالك بينظر لهذا الامر. يعني انت لو راجل غني لازم تطلع زكاتك. الزكاه دي ما تخرجش الا للفقر، طب ما فيش فقر، يبقى انت محتاج فقير عشان تبرر ذمتك امام الله. لكن لو انت بقى ما عندكش نصاب زكاه، مش واجب عليك الزكاه، مش محتاج بقى حد، يبقى انت دينك محفوظ عليك كده ومش محتاج حد، مش متوقف على حد. فدي وجهه نظر اهل الايه، بعض اهل التصوف اللي قالوا ان اليد الاخذه هي التي تعطي الثواب الاعلى عند الله، وبالتالي كان هي اليد العليا اي في الثواب، من حيث الثواب لا من حيث ايه الصوره، ففي الصوره اللي بتعطي هي اليد العليا، واللي بياخده هي السفلى، ده من حيث الصوره، لكن من حيث الحقيقه بقى فتلاقي ان اللي قبل العطيه دي كان سببا في انك تاخذ ثواب اكثر مما دفعته، فاخذ منك حطام يفنى واعطاك مقابله نعيم لا يفنى، يبقى هو اللي اعطاك. فهمت الوجه؟ أي. لكن هنا على اي حال الشيخ ابو جمره بيقول لك انا ليا بقى لي وجهه نظر اخرى، الشيخ ابو جمره بقى بيقول لك ليه وجهه نظر اخرى. والله أعلم أن الجمع يقع بينهم بوجه آخر وهو حسن إذا تأملته، لا يخلو المعطي أن يكون هو الذي يطلبك لقبول معروف، أو أنت هو الذي تطلب منه ذلك، فإن كنت أنت الطالب له فيدعو عليك وهي العليا، وقد حصل منك ذل السؤال إليه، وقد جاء إن الذل في السؤال ولو عن الطريق يعني الذل في السؤال ولو سألته الطريق منين، والمنكر لهذا يكحل الضرورة، وإن كان هو الذي يطلبك بمعروف فقد كسر من يتوجهه إليك في أمر أنت فيه بالخيار وهو محتاج إليه، إما لزوال واجب عليه زي كفارة، أو لخير يؤمله في دنياه وآخرته زي عنده مريض وقال ده مرتكب بالسرقة فهو نفسه يلاقي واحد يقبل السرقة منه عشان ابنه يخف، فأنت ليه جميل عليه، خدت السرقة منه وابنه خف، يبقى أنت اللي عملت له الجميل،
أو لخير يؤمله في الدنيا وآخرة، فإنه لم يأتك بمعروفه كرامة لك، وإنما هو لأمر يقصده مما أشرنا إليه في قبولك أنت إياه معروف، وهو السائل فيه، فالحاجة له ويده هي السفلى ويد الآخذ هي العليا. يعني هو بيقول لك إذا كنت أنت يا من تتصدق تبحث عن من يأخذ، فيبقى أنت يدك هي السفلى لأن أنت اللي محتاج. ولو جاء الفقير هو الذي يطلب، يبقى صارت يده هي السفلى لأنه هو الطالب. فهمت ما وجهة النظر بتاعه؟ لأن ممكن يبقى فقير تحسبه مغنيا من التعفف، لا يسألون الناس الحاجة، فدول أيهم عليا على طول، لأن الناس تبقى تخبط عليهم وتدور وتتمنى يقبلوا منهم الصدقة. يبقى هو بياخد منها بتعفف، ويبقى ده في نظر مين؟ سيدنا أبي جمرة. أما لو كان هو اللي بيقف على الأبواب ويتكفف ويخبط، ده يده سفلى، لأن السؤال فيه ظلم. واضح؟ دي وجهة نظر يعني. وقد قال علي رضي الله عنه: من دعانا كان الفضل له، فإن أجبنا كان الفضل لنا. وبساط الحال الذي نحن بسبيل يشهد لذلك، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يقل ما قال إلا لسائل له عليه السلام لما كرر سؤاله مرارا. وهنا النبي قال الكلام لليد العليا، قالوا من يد السفلى للحكيم، وحكيم كان بيسأل، فيبقى هي حق يد سفلى. ده كلام اللي بيقول. وفي دليل وجه رابع، هو انه جعلهما الاثنين حسنين. اصلا ما يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، دليل ان في كل خير، المعطي والاخذ في كل خير. لو الاخذ بياخذ بحق لانه عنده ضروره فبيوزلها، هو احسن من اللي يسرق. لما تاخد انت الصدقه ولا تروح تسرق؟ طب ما هو الصدقه حلال، خدها، يبقى في كل خير. واللي بيعطي برضه في كل خير. يعني ما يقول اليد العليا خير، خير دي بمعنى اخير، بمعنى افعل تفضيل، يعني كان في كل خير. وفي دليل وجه رابع، وانه جعلهما الاثنين حسنين، واحدهما يقدر على صاحبه بزياده ما يؤخذ، ذلك من قول خير، لانه ادخلها في باب افضل، وباب افضل يشهد بالحسن او الخير للمذكورين، غير ان احدهما يكون ان فعل يكون خيرا من غيره، كما نقول زيد خير من عمرو، وما نفينا الخيريه عن عمرو بالاصاله، ولكن زيدا ارفع منه درجه فيها. فكذلك هاتان اليدان كلاهما حسن، لانهما امتد الى معروف، وحصلت الفضيله بينهما بمرجح ثاني. اما نظر بعين الفعل او بعين المال او بعين القصد او بمجموعهما، فمن اجل هذه التعليلات وقع الخلاف. وفي دليل على ارشاد الشارع عليه السلام الى الاعلى في المقامات، يؤخذ منه من قوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، كانه عليه السلام يقول: كن ممن يده عليا ولا تكن ممن يده سفلى. الا ان هذا في المقامات الدينيات لا في الدنيا وحطامها. وفيه دليل على أن بيان العلل بعد قضاء الحاجة ليس بمخجل ولا مفسد للمعروف، يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يبين للسائل ولا ضرب له المثل إلا بعد قضاء حاجته مرارا، حتى تمت أمنيته، وحينئذ بين عليه السلام له العلل الذي بالسؤال. يعني أنت قبل ما تعز إنسان الأول اخذله حقه، وبعدين عزه، النبي اداله طلب، اداله تاني طلب، اداله تالت، وبعدين بعد كده ابتدى يعيده بعد ما قضى حاجته، يوم ساعتها يكون ايه؟ اوقع في النفس، وايه؟ واعلى في طريقه ايه؟ النصح. يوم التاني يقبلها منك لان سبقها معروف، لما يسبق معروف، لان جملت النفوس على حب من احسن اليه، فطالما يسمع منك وصار يحبك هيتقبل منك بسهوله بعد ذلك. وفيه من الفقه أنه بعد قضاء حاجته كان خاطره خاليا من التشويش ومن التهمة للمتكلم، لأن لو نصحه قبل ما يمضي حاجته هيبقى مشوش بحاجته، ويتهم الثاني أنه اللي بيعظه أنه بخيل. فلما يتهم أنه بخيل وهو لسه مشوش بحاجته، يبقى هيسمع العظة هتدخل من هنا تطلع من هنا، مش هتدخل، مش هيستفيد. فهمت بقى؟
وفي من الثقة أنه بعد قضاء حاجته كان خاطره خاليا من التشويش ومن التهمة للمتكلم. التشويش بسبب حاجته، والتهمة للمتكلم بسبب الامتناع أنه يعطيه، فيتهمه بالبخل. وأرفع للخجل، وكمان يرفع الخجل منك لما تنصح، ما تكسبش بك. ويجمع له قضاء حاجته وفائدة أخرى وهي التعليم بما لم يكن يعلم. وفي دليل على جواز سؤال أهل الفضل والدين وأهل المعاملة، وليس فيه مزال، لا يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يعرض له في حق سؤاله إياه، لم يعرض له في حق سؤاله إياه بشيء. يعني لما راح سأل النبي حطام الدنيا، أهل الفضل لما تسألهم وأنت محتاج مفيش خدش للحياة، لأنه دول أهل فضل، ما تتكسفش منهم، لأنه مش هيعايرك ولا هيشعر بأنه ليه منة عليك، فما تتكسفش. فهمت بقى؟ لأن ربنا جعل العباد مخصوصة تقضي حوائج الناس كده، خلقهم مخصوص ربنا يجري الرزق على طريقه. فما تخجلش إذا كنت صاحب حاجة إنك تروح، لكن برضو لما تاخد تاخد بطيب نفس وسخاوة نفس، وإلا مش هتشبع وهتكرر السؤال فهتزل نفسك. قال له قاعدة كلية: ولو كان في سؤاله شيء ما كتمه منه، ولا كان أيضا يعطيه شيئا حين يبين له ما فيه من الكراهية، لأن المشرع والبيان عند الحاجة إليه لا يجوز تأخيره. اللي هو يقول لك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، القاعدة الأصولية المشهورة. يعني لو كان سؤاله للنبي فيه مشكلة مخجلة شرعية، لكان النبي قال له ما تسألش ونهاه مثلا، لكن النبي ما كلموش في الحكاية دي، برغم سأله مرة وسأله اثنين وسأله ثلاثة، ما وجهوش بقى لإيه؟ لعدم السؤال، بل وجهوا لكيفية الأخذ بعد السؤال، إنك تاخد بسخاوة نفس، تقوم ساعتها أقل حاجة تاخدها فيها البركة تقضي حاجة، ولا تكن إيه تأخذها بطمع ولا شرف. وكأن قوة الكلام اللي هو مفهوم الكلام، يعني يقول له: يا حكيم، ليس الأخذ مني مثل الأخذ من غيري، اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن يد صلى الله عليه وسلم هي العليا على كل الحالات، لأنها لا مماثل لها، ولا يتناول عليه السلام التمثيل في الفضيلة، وهذا بين لخفائه ويخلفه بالميراث في المنزلة، وإن كان ليس مثله من له الخلافة، هو ولي أمر المسلمين، يعني يخلف النبي. يعني ما تحتاج حاجة تروح للحكومة، هي بقى تعمل تطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية، تطلب مش عارف إيه، ما تروحش تشحت على ابواب المساجد. واخد بقى، شوف السبل المشروعه اللي عاملاها الحاكم لايه؟ لاعطاء الناس اللي هم العجزه والمحتاجين والحاجات دي كلها. وده واجبات الحاكم، يفتح ابواب لمثل هذه الاشياء، لان ده يعتبر خليفه النبي ووارث حال النبي في قضاء حوائج المسلمين. فهمت المساله؟ حتى لا يجعل المسلمين يتذلوا لبعضهم، حتى يحفظ ايه؟ ما وجه الناس. وعلشان كده اللي يلي النبي في المنزلة من كان خليفة بعده، وكذلك من ناب عن الخليفة نائب بعد نائب، وإن بعد أعني إذا كانوا من أهل الفضل والدين. وفيه دليل على أن المطلوب منا المبالغة في النصيحة والتعليم، يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بالمثال الأول حتى أكده بالمثال الثاني لكونه فيه معنى زائد، وكلما زادت أدلة التحذير كان أقوى في المنع. وفيه دليل على أن من أقوى الأسباب في حمل العلم بمقتضى الحكمة الجدة، يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه حتى الجدة اللي الغنى، لم يعلمه حتى أغناه بتكرار العطاء ثلاثة. يبقى لازم تزيل فقر الناس حتى يتعلموا، لأن الفقير الجائع مهما علمته مش هتعلم. الجائع لا يتعلم، لو عرضت العلم على الجائع مش هيتعلم. يبقى تشبع البطون وتقضي حاجات الناس حتى يتعلموا بعد ذلك. فهمت بقى؟ فالنبي لما أغناه أولا صار أهلا لأن يلتفت للعلم فعلمه. فالنبي بيعلمنا إزاي نربي الناس. فما ينفعش واحد ما كانش بقاله يومين واجي أقول له يا أخي زهقت الدنيا يا أخي، وأنت أصلا شبعان وهو لسه واكل فت الله وشارب شاي ودماغك عمرانة تمام، وهو بقاله يومين ما دقش حاجة، تيجي تقول له يا اخي يا اخي ازهد في الدنيا يا اخي، الدنيا فانيه ما يهمكش تعال صلي معانا، ما ينفع. يبدو الاول ياكل وشبعه وبزده، هو يقول له تعال صلي معانا. فهمت ازاي؟
تنتعش. فلازم الاول تشبع البطون ثم بعد ذلك تملأ العقول. فهم؟ ودي واجبات الحكام. شوف النبي كيف رب الامم ورب الناس وخرج من شوية بهايم. العرب دول كانوا زي البهايم قبل النبي. بهايم بهايم فعلا. عايشين مع الجمال ومع البقر ومع الغنم وطول النهار عايزين يتبحروا مع بعض. وما يجوع يروح يقتل ابن عمه وياكل مال. شوف دي ده قبل الاسلام كان حالهم كده. خرج منهم هؤلاء الاولياء الكبار والعلماء العظام. يعني لغة المصريين عمل من فسيخ شربات. والله يعني شوف قلب الحالة بحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وحسن تأتيه للأمة. فيبقى لازم نتعلم الحاجات دي. والمفروض حكومات المسلمين تدرس مثل هذه الأشياء. انت دلوقتي شعوب فقيرة وعايز الشعوب تهدى. الأول أشبح حاجاتهم وبعدين تحسن نظم التعليم. بعد كده يجي لك جيل يعرف يبني البلاد. إنما ما ينفعش تبني البلد ببطون جايعة. هي دي المشكلة. فالنبي عمل هنا كده. حكيم جه قضى له حاجته وشبعه. مش مرة واثنين وثلاثة. ده شبعه لما ايه ملع عينه خالص. وبعدين ابتدى يعلمه. عشان كده سيدنا حكيم اتعلم اللي كفاه 60 سنة في موقف واحد. كفاه 60 سنة بعد كده. فدي طريقة التربية النبوية الشريفة في تربية الناس. لا تكلف الناس فوق طاقتهم. وفي دليل على جواز تكرار السؤال ثلاثا والرابعة ممنوع. يعني انت لما تكون في حاجة شديدة ملحة ورايح تسأل غيرك انه يعينك تسأله مرة واثنين وثلاثة. ما تقولوش الرابعة. كده استغني يمشي. او اسأل واحد واسأل اثنين واسأل ثلاثة. ما لقيتش يبقى معناه ربنا بيقول لك اصبر. ما تزلش نفسك اكتر من كده. انا بعت لك الحاجة دي عشان تصبر عليها. مش عشان تقضى الان. كأن ربنا بيجاوبك. اباح لك السؤال مرة. واباح لك السؤال اثنين واباح لك السؤال ثلاثة. فان قضت حاجتك خلاص. اعرف ان ربنا على قضاءها بالحاجة. بالسؤال. طب افرض ما قضتش الحاجة. تعرف ان ربك بيقولك ما تسألش تاني. بعد الثالثة ما تسألش اربعة. واصبر حتى يفرجها الله عنك. فين؟ كل ده ادب. لانه سأله الاولانية والتانية والتالتة. بعد كده النبي علم. وما سألش الرابعة. وفي دليل على جواز تكرار السؤال ثلاثة والرابعة ممنوعة. وحتى في الاستئذان كده برضه. كده برضه ما تيجي تخبط على باب واحد عايز تزوره. تستأذن ثلاث مرات. ما جاوبكش بعد الثالثة امشي. روح بقى. مش تكسر الباب. وتقول ايه انتوا ما تسمعوش ولا ايه؟ ما ينفعش. واخد بالك؟ يعني كل حاجة هي الثلاثة اقصى حاجة. بعد كده ترجع بقى. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وفي دليل على جواز تكرار السؤال ثلاثة والرابعة ممنوعة. يؤخذ ذلك من انه في كل مرة من الاولى والثانية اعطاه عليه السلام وسكت عنه. وفي الثالثة اعطاه واشغله بالقاء العلم عن اعادة السؤال. لان الصحابة رضي الله عنهم فيهم من الفهم والذكاء لقوة ايمانهم ما يزجرهم في الاشارات اقل من هذا. وفي حجة لأهل الطريق الذين يقولون بالزنبيل لأنهم يقولون من شرطه ألا يخرج لشخص معين يقصده ولا يلح في سؤاله ولا يحلف وإنما يسأل الله. فإذا حملته المقادير إلى باب أو شخص لا يتعدى لغيره ومن شرط ألا يخرج إلا على حاجة يكون محتاج كمان ما يسألش إلا في حاجة ملحة صادقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يشكو المؤمن حاجته لأخيه المؤمن. فإذا سأل ذلك الشخص الذي حملته القدرة إليه فإن أعطاه فحسن وإن حرمه فحسن ثم يقصد ثانيا وثالثا. فإن حرموه الثلاثة لا يزيد عليهم شيئا ويعلم أن المقصود منه الصبر والتسليم. فأرجع إلى موضعه ولا يسأل غير من ذكر حتى يفتح الله له أو يفعل فيه ما شاء. فانظر اليوم هل ترى من الطرفين العلم والحال من هو على ما يقتضي طريقه مما استنبطه أهل الموفقون من الكتاب والسنة كما أديناه قبله. وفي هذا الحديث طرف منه كلا والله تشعبت الطرق وقل السالكون فإن لله وإن إليه راجعون. ده بيقف على نصية الشرع يوميا من الصبح للمغرب.
يسأل الوحيد كلهم، يبقى سأل يجي ألف واحد مش ثلاثة، يبقى دول بيسألوا على غير باب العلم. الرهبان دول بقى إيه؟ يعني يبعث يوم القيامة ليس في وجهه مسعة لحم، نسأل الله السلامة. ومن فتح لنفسه باب مسألة فتح الله الألف له سبعين بابا من الزهد، فنسأل الله السلامة. ونقف عند هذا الحد ونقرأ حديث كراهية كثرة السؤال غدا إن شاء الله، وحيبقى هو آخر حديث هنقرأه في هذا رمضان غدا إن شاء الله، فتبقى ليلة 29 وكل عام وأنتم بخير. ما الفرق بين هذا الموقف وموقف سيدنا في إيه؟ في نفس الموقف سأل وسأل وإداله ثلاث مرات. طب ما إداله ثلاث مرات خلاص، لأنه كان بيألف قلبه. ألف قلبه لأنه يقصد بعضهم تأليف وبعضهم كان عنده شرف زائد، فيبقى الدليل ده ولكن لم يطلع على قلبه فيه الشرف الزائد فما احتاجش الرزق. وبعدين أبو سفيان اداله مرة واحدة وسأله تاني مرة اداله وما سألش التالتة، لكن حكيم سأل التالتة، ويمكن لو النبي ما عايزوش كان هيسأل الرابعة الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. وخد بالك ان بقى كمل كلام النبي مع نظرة النبي للإنسان بتعدل القلب، واخد بالك؟ عشان كده احنا قيل وقولوا انظرنا واسمعوا، والنظرة لما نظرة النبي ينظر للإنسان كده وبيكلمه بيعدل القلب كله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الجيل ده جيل لا يتكرر، لأنه جيل نظر للنبي والنبي نظر له صلى الله عليه وسلم، فاصبح معدل، جيل معدل كده يقول لك عدول، واخد بالك؟ جيل معدل يقول لك ان نظره النبي له تعدله فتصير فيه العداله سجيه بمجرد نظره. صحابي مقام عالي اعلى من انك تقول ولي، يعني ما تقول صحابي اعلى من انك تقول ولي. شوف انت عشان يبقى ولي في غير عاده الصحابه يقعد يجاهد نفسه سنين طويله، لكن التاني يقعد مع النبي دقيقة بس بقى أكبر من الوالد. شوف الجوار من جاور السعد يسعد، وأسعد الخلق مين؟ النبي. النبي أسعد الخلق. كان الشيخ اسمه يسرق العدو يقول إيه؟ قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كانش يقول قال رسول الله تبارك، فاكر الحكاية دي اللي كان بيحتار له يعني، ما كانش إيه يقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كانش يقول رسول الله أحد، فهو فعلا أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم. فتصور انت بقى من جاور السعيد يسعد، فما بالك من جاور الاسعد. فهم جيل لا يتكرر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ربنا ينفعنا بعلومهم وبركاتهم التي نستمدها منهم عن طريق بركه النبي التي استمدوها منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اصل البركات واصل الرحمات، جعله الله مستودع الرحمات صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.